كابتن شوبير، من جديد بجدد التحيه بحضرتك وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. امام عاشور لسه بقول له يعني هنسجل النهارده بعد البطوله، قال لي هو انتوا كده كل بطوله هتفضلوا تسجلوا معايا؟ يبقى هتسجلوا كتير. امام، تحيه الكابتن شوبير، تحيه الكابتن محسن صالح، كابتن هاني رمزي، كابتن اسامه حسني، مليون مبروك على ادائك وتحيه كل نجوم الاستوديو التحليلي ليك. امام، الحمد لله، الف مبروك. طبعا بشكر ربنا على البطوله دي، ومكسب جاي في وقت طبعا، وتحيه لكل اللي في الاستوديو طبعا، ببارك لهم والحمد لله على البطوله، وبشكر طبعا اللعيبه الرجاله دي اللي من اول دقيقه زي ما انت شايف. يعني بصراحه مش عايز اتكلم على حد عشان ما احسن، ما اقولش احسده، بس ما شاء الله اللعيبه رجاله وعملوا اللي عليهم بصراحه. وبنشكر طبعا الجمهور اللي انت شايف رعب في الملعب من اول دقيقه لاخر دقيقه طبعا، وبقول لهم الف مبروك. امام، يعني من وجهه نظري انا الشخصيه متواضع، واحده من اجمل مباريات امام عاشور منذ انضمامه للنادي الاهلي. والله الحمد لله طبعا بفضل ربنا طبعا، بس هو عالمي الحمد لله، ده نعم من عند ربنا الحمد لله. يمكن انا قبلها ضيعت كذا واحده، بس انا كنت متاكد والله، يعني احساسي كده ان انا كنت هجيب جون النهارده. الحمد لله انا عفرت في كذا كوره وربنا كرمني، يعني الحمد لله. في ماتش سيراميكا في كوره انت لعبتها جت في العارضه، قلت لك ربنا هيعوضك عن الكوره دي وشايل لك جون حلو، فاكر الكلام ده يا امام؟ فاكر طبعا، بعد الماتش على طول. صح، كلامك صح، الحمد لله. المره اللي فاتت قلت العزومه عند الكابتن شوبير. اوفا ظبطنا معاه النهارده، امبارح ظبطنا معاه، وان شاء الله نقول انجلك قريبه يا كابتن شوبير، واقول لك الف مبروك. امام، النهارده البطوله دي اول مره بتدخل في تاريخ النادي الاهلي، بتدخل في تاريخ القاره الافريقيه، وانت واحد من افراد جيل من اعظم الاجيال في تاريخ النادي الاهلي، شايف الاحلام بتاعتك وهي بتتحقق جوه النادي الاهلي عامله ازاي يا امام؟ لا بصراحه، بص، اللعيبه هنا رجاله، يعني اللعيبه هنا الواحد ما يتكلم عليهم، يعني كفايه بس ان الواحد اول ما جاب في بدايه السنه اللعيبه كلها كانت في ظهري، ويعني مش انا لوحدي، اللعيبه كلها، اي حد جديد بيجي كده بنحاول يدخل على طول في التيم بتاعنا. اللعيبه يعني مهما اتكلم عليهم مش عارف اديهم حقهم. طبعا بطوله جديده وليا انا كمان، تزيد تقول ان هي ليا انا كمان. طبعا بطوله ليا، وانا زي ما قلت لك يمكن الواحد بيجي النادي الاهلي عشان يعمل تاريخ ويعمل بطولات، وطول ما انت في النادي الاهلي هقولها تاني، احلم والحلم هيبقى حقيقه ان شاء الله. امام، من ساعه ما يعني جيت النادي الاهلي، امام ما بيعرفش يجمل الكلام اللي في قلبه على طول بيقوله، ايه الامر اللي لقيته في بدايه انضمامك للنادي الاهلي كان صعب بالنسبه لك امام؟ الحقيقه بتزعل، عايز اقوله لك، بس الحقيقه بتزعل، بس انا راجل كده، انا راجل صريح، انا اللي يزعل يزعل، بس انا راجل صريح، اللي في قلبي على لساني، ويعني الواحد مهما يتكلم مش هيعرف يوصف اللي جواه بصراحه. الواحد مبسوط جدا اللي هو في النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ورانا ده. مش بقول كده والله، يعني مجامله، هي دي الحقيقه، يعني كلنا عارفين بصراحه الاجواء في داخل النادي الاهلي غير اي حاجه. انت دايما بتنافس على البطولات، دايما من اول يوم في النادي الاهلي وانت بتنافس على البطولات. يمكن زي ما شفنا النهارده عمر الساعي اول دقيقه ليه، اول مشاركه ليه ببطوله، بقول له الف مبروك طبعا ان شاء الله، وربنا يكرمك في الفتره الجايه ان شاء الله. يعني الواحد بيبقى مبسوط انه بيلعب مع اللعيبه اللي موجوده، شرف كبير طبعا، وحابب اشكرهم طبعا، وبشكر مجلس اداره والجهاز الفني وجمهور النادي الاهلي. كهربا، كنت لابس قميص كهربا في مباراه السوبر وبتحتفل وبتتعاطف مع كهربا، كابتن محمد رمضان قال كلام مهم جدا، قال لك اللعيبه دخلت وقلت لهم لو كسبتوا النهارده هخفض عقوبه كهربا، ايه حاله الحب اللي عندكم الكهربا؟ وكهربا واحد من اللعيبه اللي اعتقد مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. اكيد طبعا، اكيد كهربا لعيب، يعني مش مهم نتكلم عليه، مش هندي له حقه، هو معروف. كهربا، انا افتكرت جمله ليه مهمه جدا معايا بعد مباراه الاهلي والترجي هنا في استاد القاهره لما خدنا البطوله، قال لي انا مش همشي من النادي الاهلي الا لما اخلي امام احسن لعيب في مصر. ده حقيقه والله، يعني كهربا الموقف اللي حصل معاه عدى خلاص وكل حاجه عدت، بس اللعيبه يعني في الوقت ده احنا كلنا الحب بتاعنا بقى لكهربا ازاي، احنا كنا زعلانين بس احنا وعدناه بالبطوله، وهي دي الكوره، يعني مش شرط ان انت على طول تبقى تلعب او قاعد على الدكه، انت قاعد على دكه النادي الاهلي بتاخد بطوله. اطيب قلب ممكن تتعامل معاه كهربا. طبعا، ده اخويا الكبير ده، وبتمنى له كل التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله، ويلعب ويكسر الدنيا باذن الله. اخيرا، عايز تقول للكابتن شوبير؟ كابتن شوبير، انا مستني يا كابتن شوبير ظبط لنا انت بس مش في يوم الاجازه، عشان عايز اسافر، عايز اشوف الحاجه والنبي. حبيبي يا كابتن شوبير، مبروك يا كابتن. يوم مبروك يا امام. الله يبارك فيك حبيبي.
ده احنا علنينا ليك يا عم امام، ده على دماغنا من فوق، ويا ريت ان شاء الله تنورونا.